النهارده في وان شوت زي ما احنا متعودين اكيد دايما بنحاول ان احنا نلقي الضوء على اللقطات المميزه على الساحه الرياضيه. النهارده كمان هنتكلم عن لقطه يمكن تكون مميزه جدا من مباراه استراليا وتونس واللي انتهت بفوز استراليا بهدف نظيف احرزه ميتشل دوك. وطبعا بعد ما احرز الهدف ده راح واحتفل مع ابنه في المدرجات بطريقته الخاصه واتكلم بعد المباراه دي وقال ان هو يعني قال لابنه ان هو هيحتفل بالطريقه دي عشان يشاركوا الاحتفال واللي اشار فيه لحرف الجاي زي ما انتم شايفين كده. وقال كمان ان هو يعني ما عرفش يشوف ابنه في الملعب ولكن يبدو ان هو فعلا عمل نفس الحرف ده وهو فعلا احتفال نفس الاحتفال ده احنا شفناه قبل كده حضرتك او حضراتكم شايفينه دلوقتي قدامكم في الصوره. ميتشل ديوك مهاجم استراليا حصل على لقب افضل لاعب في المباراه، العديد اكيد طبعا من الارقام المهمه خصوصا طبعا ان هو لاعب درجه ثانيه وحارب كتير جدا عشان يقدر ان هو يكون متواجد مع منتخب استراليا. وبحسب شبكه ابطال الاحصائيه فاصبح ديوك هو اول لاعب من الدرجه الثانيه يقدر ان هو يسجل هدف في كاس العالم قطر 2022. بيلعب هو لفريق في الدرجه الثانيه في الدوري الياباني وكمان هو سجل الهدف ال50 في النسخة الحالية.